الأهلي يتأهل للدور قبل نهائي كأس مصر بعد الفوز على المصري 2-1 في مباراة عصيبة. كابتن شريف، مباراة صعبة وفوز مهم وغالي للنادي الأهلي. هي دي مباراة الكؤوس. تعرفش النتيجة هتروح فين يعني، وده اللي احنا كنا بننوه عليه. يمكن أنا كنت متخيل السيناريو المباراة هيكون حاجة تانية خالص. والأداء قبل فاكرة قلت لك الفرقة اللي بتلعبنا لعب مفتوح المفروض يبقى الأداء أسهل بالنسبة لنا، ونص الملعب احنا بنقدر نستحوذ عليه. ولكن واضح تماما حالة الإرهاق اللي هي كانت على الفرقتين، يعني مش على فرقة النادي الأهلي فقط يعني. عشان تلاحظ حتى الكرامبات، وتلاحظ الشد، وتلاحظ الباص اللي هو ضعيف جدا، الرؤية، التفكير الذهني، مفيش يعني. على الفرقتين باص مقطوع، كرة الفرقة دي تاخدها تديها للفرقة دي، الفرقة تاخد الكرة تديها للفرقة الثانية. وكأن التعب على الساعة 6 كمان المباراة في الرطوبة اللي موجودة في اسكندرية، فكل العناصر ما لم تسفر غير عن 5 دقائق مثيرين جدا في نهاية المباراة. المصري بيتقدم بهدف وبيحتسب وتسلل، وده في كلام في الهدف ده، بس الراجل الاوفسايد نفسه راح بيشترك مع هو ده غالبا هو كان متداخل، غالبا هو ده التداخل، غير كده طبعا كلنا شايفين شكلها عامله ازاي. وبعد كده ينجح المصري في احراز هدف بنفس الشكل اللي هي العرضيه برده من ضربه ثابته، هدف كويس جدا حقيقه. مروان حمدي النهارده بيلعب مباراه كبيره جدا، هو حسين السيد من ناحيه المصري يعني. ويشاء القدر ان الاهلي يعود للمباراه بخطا غريب جدا من دفاع المصري، الراجل بيشد حسين شحات بدون اي لازمه، الكره اللي رايحه ناحيه الجون ورايحة حاجه، بيتسبب في ايذاء فريقه بضربه جزاء صحيحه جدا يعني. ويقدر علي معلول يعمل حاله التعادل، وتبقى المباراه موجوده في الملعب بقى في الاكسترا تايم، حالتين متشابهتين بالظبط، فرقتين منهكين جدا مش قادرين يعني جايين على طاقتهم وجايين على عضلاتهم اللعيبه كلها. يمكن كانت الدوافع اكتر عند النادي المصري ان هو عايز يعود تاني، وعايز بعد ما كان ليه سبق التهديف ان هو يقول كلمته ويطلع لغايه السيمي فاينال، ولكن القدر والحظ لم يساعده يعني. صحيح. وكان الحظ بالنسبه للنادي الاهلي في الكرة اللي عدت للقندوسي واستلمها كويس وصوبها كويس ودخلت جون، وانتهت المباراة من ساعة الهدف ده، انتهت يعني خلاص. الواقع بقى موجود على أرض الملعب، حاول النادي الأهلي انه يعزز الهدف، ولكن بالتعب وعن طريق تسلل، وحاول النادي المصري بنفس الشكل، كرة وحيدة كان يقدر من ناحية اليمين يصوبها ويجيب هدف التعادل. مباراة مثيرة جدا وفيها حاجات كتير جدا هنتكلم عليها أكيد، والكباتن هيتكلموا فيها. مبروك. الله يبارك فيك كابتن علاء، ألف مبروك. سيناريو مثير، نادي الأهلي يواصل مشواره في كأس مصر ويواصل نجاحاته هذا الموسم، والحمد لله ختمها مسك. ختمها مسك، أي نعم، مباراة صعبة جدا على الفرقتين، لكن في الاخر قدر النادي الاهلي يحسم المباراة. المباراة ما كانتش سهلة من بدايتها لحد الاكسترا تايم، كل فريق بيحاول، وهنا بقى حتة التوفيق من عدم، في فريق دي حاجة مش بتاعتنا، فريق موفق وفريق مش موفق، لكن لازم ندي كل حقه، كل واحد حقه. النادي المصري كان خصم عنيد جدا للنادي الاهلي، يمكن الشوط الاول كان هو احسن، الشوط الثاني النادي الاهلي رجع للمباراه وكان الشكل العام للنادي الاهلي كان احسن، وعلي ماهر غير اسلوب اللعب الشوط الثاني بالظبط. لكن كمان في حاجه تحسب ايمن، ان بدنيا مصر الشوط الثاني قل شويه، توقعنا كده بين الشوطين بالظبط، عشان كده المساحات كانت موجوده لعيبه النادي الاهلي. المستوى اتحسن سنه، لكن كان لسه ما زال موضوع الفرديه في الاداء واخطاء بين قوسين ساذجة جدا في كرة القدم، هو ده اللي كان، بس كان وحش الشوط الثاني، لكن النادي الاهلي الشوط الثاني كان احسن. مباراة كالعادة زي مباراة الاهلي ومصر دايما في كأس مصر، مباراة مجنونة تماما يعني، ما انت ما تضمنهاش غير لما الحكم يصفر. هدف وقت غريب، هدف وقت غريب جدا للمصري،
تعادل البنالتي للنادي الاهلي، وبعدين دخلنا على الاكسترا تايم قدر قندوسي يحرز هدف. وكان لازم الموضوع ده من بدري قوي التسديد على محمود جابر، محمود جاد، لانه بجد حارس يعني ضعيف، لكن احنا ما خدناش بالنا الموضوع ده. لكن قندوسي قدر هو اللي ينهي المباراه 2-1. بقول مبروك للنادي الاهلي، الحمد لله نهينا الموسم بتاهل قبل النهائي لكاس مصر، وسلسله الانتصارات الحمد لله مكملين فيها. هارد لك نادي مصر النهارده، وبقول لعلي ماهر بدايه، انا شايف بدايه كويسه جدا 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 مع ليك مع المصري، واكيد المصري السنه الموسم القادم ان شاء الله يبقى اقوى كمان وليه شكل غير، اكيد في تدعيمات وفي لعيبه كتير قوي مصر هيجيبها. لكن مباراه حلو مثيره، يعني الحلو في المباراه النهارده مباراه مثيره، انت مش عارف ايه اللي هيحصل لحد نهايه المباراه. صحيح. الف مبروك لعيبه النادي الاهلي، وهارد لك لعيب المصري، وان شاء الله القادم دايما احسن للنادي الاهلي باذن الله رب العالمين. كابتن مسامة الف مبروك، سيناريو مثير زي ما قلنا لحد الدقيقه 89 هدف للنادي المصري، ولكن زي ما بنقول دايما لا تامن، لا تامن وانت بتلعب النادي الاهلي الا مع صفاره الحكم. مظبوط، فوز مهم جدا وغالي، لانك زي ما قلنا دي مباريات ما فيهاش تعويض. يعني ده في الدقيقه 95 كمان لا يعني لا ما فيش تعويض، يعني أي. الدوري عادي انك ممكن تخسر وبترجع، لان 34 مباراه، لكن النهارده الخساره كان بخروجك. صحيح. خطا ساذج جدا من مدافع نادي المصري، ضربه جزاء صحيحه شد الياس. ايه الياس؟ هو الياس، الياس هو جلس. من نجوم المباراه. خطأ سهل جدا، لأن حسين الشحات كرة مشتركة وخارج، يعني واخدها وهيخرج بره ال 18، شده من الشورت. فطبعا الأخطاء واردة في كرة القدم، لكن النادي الأهلي رجع في توقيت قاتل، يعني الدقيقة تقريبا 96، يعني ممكن كانت بعد اللعبة دي. الياس الجلاص، الياس الجلاص. علي معلول اتصرف فيها كويس، حطها في نص الجول. يمكن المره دي علي معلول من المرات اللي حط الكوره في نص الجونه، وعلي تملي بيحطها يا يمين يا شمال، بس عملها قبل كده في مباراه. بس يعني الحارس ساعده كمان، ما هو ده الوضع الطبيعي، فهو حطها في توقيت صعب، لغايه لما كمان القدوسي في الشوط الرابع تسديده مشي بيها وسدد راحت على شمال الحارس. فالاهلي الشوط الثاني تحسن نسبي في اداء النادي الاهلي. احنا قلنا الشوط الاولاني بالنسبه للنادي الاهلي كان شوط بعيد جدا، معظم اللعيبه ما كانتش في حالتها. الشوط الثاني الحركه بقت افضل شويه، الهجمات اللي فيها خطوره بقت احسن شويه على المرمى المصري، لكن النهايات معظمها كان وحش، يعني اكتر من كوره لحسين الشحات، للقندوسي من داخل 18، تسديد ضعيف جدا، او احمد عبد القادر في ايد الحارس، يمكن لغايه الكوره بتاعت القندوسي اللي هي في الدقيقه 107 تقريبا، هي دي اللي راحت في الزاويه البعيده على شمال اللي احنا شايفينها على الشاشه دلوقتي، راحت على شمال محمود جاد، هي دي تقريبا الكره اللي اتسددت فيها يعني بين ثلاث خشبات وبعيده شويه عن ايد، لكن معظم التسديد كان يا ضعيف يا في نص الجون في عند محمود، في ايد محمود جاد، يا نهايات بره ال 18. لكن بصفه عامه النادي الاهلي الشوط الثاني بالذات تفوق عن النادي المصري، كان احسن. الشوط الاولاني المصري كان متفوق فيه، وكان كميه الجري بتاعته اعلى ومسيطر على وسط الملعب. الشوط الثاني والثالث والرابع ان النادي الاهلي ابتدى يخش في اللقاء، وجات له اكتر من ضربه ركنيه، تعددت الركنيات يعني، والخطوره ابتدت تزيد. مبروك للنادي الاهلي، وهارد لك للنادي المصري، عملوا برضو مباراه تعتبر جيده بالنسبه لهم، والنادي الاهلي قدر بخبرته يحسم بكره القندوسي الشوط او في الاكسترا تايم يعني، واستحق نتيجه المباراه في النهايه. الحمد لله كابتن بلال، يستحق زمالك كابتن اسامه. النادي الاهلي مهما كانت النتيجه، مهما كان الوقت،
بيقدر يرجع المباراه بل ويتفوق كمان ويحسمها. اه طبعا طبيعي الاهلي يقدر يرجع في المباراه في اي وقت، عنده الامكانيات وعنده العناصر الجيده وعنده الرغبه في الفوز اكيد، ودي اكتر حاجه يعني ما تميز النادي الاهلي على مدى العصور، يعني مش بس بنتكلمش على السنه دي او الماتش ده، انت طول عمرك عندك رغبه في المكسب يعني حتى وان كنت اقل فنيا، يعني النهارده من المباريات القليله فنيا للنادي الاهلي تمام، لكن الشوط الثاني معاني مختلفه يعني شكل مختلف تمام، انت بتحاول وبتروح ممكن ما يكونش يعني قادر تدي 100%. ايوه بالظبط تمام، لكن احنا حاسين بالرغبه ان الاهلي عايز يكسب، انت قاعد بره حاسس ان الاهلي عايز يعني هم بيدوروا على المكسب في الماتش، عايز يخلص المباراه. المباراه بدات بالنسبه للنادي الاهلي الشوط الثاني حقيقي، يعني الشوط الاول او يعني لما ابتدى الاهلي يحس بالخطوره ابتدى يدخل في الجيم تمام، ودي برضو خد بالك من العوامل السلبيه بتاعت نهايه السيزون، برضو انا مصر ان انا اتكلم في النقطه دي، لان خد بالك انت لما انت النهارده ما بتحللش بس اداء فني في وسط السيزون، فانت بتقول لا ده فلان ده وحش وفلان ده مش كويس والمفروض المدرب كان يلعب بالحته دي او يغير ده ويحط ده مكان ده، لا انت بتتكلم في حاله، الماتش ده حاله مختلفه عن كل المباريات. ليه يا كابتن حاله؟ اولا بقالك 3 4 ماتشات بتلعب ماتشات ملهاش قيمه تمام، صحيح حقيقي ملهاش قيمه، تحصيل حاصل بالظبط مظبوط، فمش قادر انت كمدير فني تحط تقعد كده فتحط يعني هدف عند اللعيبه يشتغلوا عليه، انت مش قادر أيه. تمام، حتى اللعيبه كمان لو انت كمان اديتهم الهدف هم مش هيقدروا يستقبلوه صح، لكن فالنهارده مباراه بتيجي صعوبتها انك انت الثلاث اربع ماتشات بتلعبهم، يعني بتنزل تلعب 90 دقيقه قدام ثلاث حكام وفار وكل حاجه بس بدون اهداف، ودي اصعب واسوأ حاجه تقابل لعيب كره القدم، ان ينزل مباراه ما عندوش جولز فيها تمام، ما عندوش تارجت بيشتغل عليه الاهداف مش موجوده، فلما تيجي تغير له الحاله دي تحطه في مباراه في دور الثمانيه مع فرقه اصعب شويه تمام، وتقول له لا النهارده لازم تكسب عشان النهارده احنا بنلعب على سيمي فاينال كاس بالظبط تمام، فانت عشان تحط الرغبه في لعيب لسه لاعب من 3 4 من اسبوع ماتشين 3 ومن 10 تقبله واسبوعين بيلعب ماتشات تحصيل حاصل، بتبقى صعبه النقله، صعبه يا كابتن خاصة انك في نهاية السيزون، يعني انت هتدي له حماس تقول له يلعب على افريقيا، هتلعب على الدوري العام، هتلعب مش عارف انت حتى كمان بتقول له ايه؟ انت هنلعب النهارده مباراة بعديها يتوقف السيزون. انت متخيل يعني؟ مش هنكمل الكاس يا جماعة، احنا لازم نكسب النهارده عشان الماتش اللي جاي، ده ماتش مهم جدا، ده السيمي فاينال الاسبوع اللي جاي او بعد بكرة او كمان ثلاث ايام، لا ده انت بتقول له اكسب عشان خلاص ده اخر ماتش في السنة. تمام؟ فالمغريات والمعطيات مختلفه شويه، فعشان كده بقول لك الماتش ده حاله مختلفه عن الماتشات اللي فاتت، فمش قادر تقيمه تقول ايه لا الفنيات مش ما كانتش حلوه، اصل الصعوبات، اصل علي ماهر لعب بشكل مختلف، اصل انت لا انت النادي الاهلي، لكن هي الرغبه نفسها الديزاير مش موجود بالشكل الكافي اللي يخليك تعمل ماتش جامد جدا. يعني انت في طبيعه الحال لو انت النهارده في وسط السيزون اعتقد كنت هتلعب ماتش جامد جدا تمام، وكنت هتلاقي تخبيط ولعب وضرب والاهلي بيحضر وبيشتغل ومن ناحيه يمين وناحيه الشمال، هتلاقي الشغل اللي اعتدت عليه طول السيزون، لكن النهارده انت مش قادر، وانا مش مستنيه يعني انا وانا قاعد بره احنا اتفقنا قبل الماتش احنا عايزين بس الاهلي يكسب، بيرسيتاو راح ودخل عبد القادر في النص وحسين الشحات عمل الاوفرلاب او التيك اوفر، مش مستني اعمل حلقه، لكن انا مستني اقول نهايه الماتش مبروك للنادي الاهلي المكسب، مبروك للنادي الاهلي ان هو عدى لدور السيمي فاينل، ده اللي انا كنت منتظره بعد المباراه، ان انا بارك للعيبه حتى ولو كان الاداء سيء. صحيح خد بالك، بس كنت هتزعل لو حدث احنا عايز. في طبيعتنا ما بنتكلمش بالحاله دي ايوه، لكن ده اكسبشن، دي حاله استثنائيه، بس لا قدر الله لو كان حدث العكس هارد لك بس هتزعل. وانت زعلان بس طبيعي. خد بالك زعلان على بطوله أيوة. ممكن تفقدها بالظبط او هتبقى فقدتها بالظبط، لكن انا مش متضايق من اللعيبه في حاجه، مش هبقى متضايق منهم في حاجه تمام، مش هبقى متضايق ان حد قصر، لان انا في اعتقادي ان ما حدش قصر أيوة. لان لو كان في تقصير كان هيبقى من بدري تمام أيوة. انما النهارده برضو عشان انت الافضل في اوقات كتيره في الشوط الثاني والثالث والرابع استحقيت انك انت تكسب المباراه صحيح. تمام، رحت للحته دي وكسبت الماتش، وكان ممكن يعني انت رحت بكام فرصه لو احسنت استغلالهم في الشوط الثاني والثالث والرابع كان ممكن المباراه تنتهي مثلا 3-1 3-2 يعني ممكن في حتى الاستحواذ والسيطره بارقام بنسب كبيره للنادي الاهلي افضل أيوه. وخد بالك
حتى الاهلي افضل بدنيا الشوط الثاني والثالث والرابع. الاهلي افضل. المصري على فكره، وتحيه تقدير للمصري النهارده، على عشان برضه ايه يعني ما نقولش ان المصري لعب مباراه، لا بالعكس، النهارده المصري لعب مباراه جيده يعني، قتله من بدايه المباراه، بس فروق الفروق الفنيه واللياقه البدنيه كانت لصالح النادي الاهلي في النهايه، وده امر طبيعي. خد بالك برضو يا كابتن، امر طبيعي. خد بالك الاهلي بيلعب كل مباراه تقريبا من غير ثلاثه، انت بتلعب بحوالي 16 17 لعيب يعني، كل ماتش بتغير 2 3 2 3، انما المصري ممكن ما يكونش عنده، ما عندوش الاسلحه، ما عندوش اللعيبه الكفايه اللي يعمل الروتيشن فيغير 2 3 ويقعد ويغير لا هم 11 12 لعيب او 13 لعيب على الماكسيمم، تمام، هم دول اللي بيلعبوا، فهم دول المتواجدين بيلعبوا طول السيزون طول السنه، تمام. جه مدير فني جديد برغبه جديده، خلى شكل المصري في الحته دي تمام. خد بالك برضو يعني علي ماهر لعب بشكل مختلف، ابتدى يلعب اللعيبه اللي عندهم كره اكتر عشان يعرفوا يمسكوا كره تحت رجليهم، يلعبوا كره جيده، يعرف يتخلص المواقف الواحده ضد واحد، يعرف يستغلها بشكل كويس، ادى حوافز جديده للعيبه. خد بالك صح. اي مدير فني بيجي على اي فرقه في البدايه بيبقى فيه حوافز يعني كتير، مدير فني جاي وكل اللعيبه كل واحد عايز يثبت نفسه، كل واحد عايز يخش السيزون الجديد وهو بيلعب اساسي، كل واحد عايز يحافظ على مكانه، وده وضع طبيعي، وده اللي عمله علي ماهر. هو ما غيرش الـ 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 يعني طرق اللعب تمام، لكن غير من افكار اللعيبه، جدد من الطموح شويه. فشفنا اللعيبه النهارده بتفايت لاخر ثانيه في المباراه، هم النهارده بيقاتلوا لاخر ثانيه، عايز يوصل، عايز يسجل تاني تمام. ولكن برضو قدام امكانيات وقدرات الاهلي، قدام اللياقه البدنيه بتاعه الاهلي، قدام الرغبه بتاعه النادي الاهلي، خلاص اتحسم اللقاء. هارد لك حقيقه للمصري النهارده، مباراه جيده جدا. صحيح. مبروك للنادي الاهلي، ختام سيزون اكثر من رائع 100% زي ما كنا بنتكلم. انا يعني الفنيات لا تعنيني شيء في مباراه النهارده، ده مش معناه ان الاهلي سائل للغايه، بس انا عايز اقول ان النهارده مباراه للمكسب فقط لا غير. صحيح تمام. انا صحيح. بعتبرها مباراه انك خلاص بتني بيها السيزون عشان تدخل سيزون جديد. مظبوط. وانت في افضل حاله. صحيح. من حالاتك كانت هتاثر لا قدر الله لو النتيجه عكسيه. بص على احنا كنا هنتضايق لبعض الوقت اللعيبه، انا بتكلم عن بص خد بعض الوقت، لان اللعيبه برضه هتاخد راحه. ايوه بالظبط. لكن انت هتتاثر بها امتى؟ لما تبتدي السيزون وانت مش موجود في السيمي فاينل. بس هي دي الفكره يعني. صحيح. كابتن شريف، شخصيه الاهلي هي اللي حسمت ماتش النهارده. اولا كابتن، المسابقه من غير الاهلي تسويقيا ما ينفعش. المسابقه من غير الاهلي لغايه الفاينل كده والاهلي مش موجود، ما حدش هتفرج يعني، هتبقى طول ما الاهلي بيبقى في اي، دي حاجه ثانيه بقول لك ايه، طول ما الاهلي بيبقى في اي مسابقه ايوه بينجح، الدنيا بتبقى لايطه والدنيا بتتفرج والدنيا بتشوف هنوصل ليه. والاحداث اللي حصلت النهارده دي حصلت مع مين؟ المصري مع الاهلي. ايوه بقى ليها قدر وليها مشاهده وليها اثاره وليها 300 استوديو هيتفتح النهارده ويتكلم على الهدف اللي اتلغى والهدف اللي جه وضربه الجزاء، كل ده ليه؟ لان البطل هو اللي موجود. فالمسابقه من غير الاهلي ما بيبحثوا دايما على الاهلي ان هو يكون موجود في اي مسابقه. في افريقيا حتى، في افريقيا لو الاهلي خرج من التصفيات ولا والحمد لله ما بيخرجش يعني، بتفضل الانتعاشه موجوده في اي مسابقه بيكون فيها النادي الاهلي. صحيح. تاني حاجه النهارده بعد ما شفت الماتش ده، وانا نوهت انا وانت او يعني اتكلمت مع الكباتن، والكباتن برضو اتكلموا في النقطه دي، هو القرار اللي اتاخد بتاع الساعه 6 ده اتاخد لمين؟ يعني علشان حاجات اداريه، عشان الكهرباء. هو في ماتشات جايه غير الماتش ده؟ لا لا بس هو البدايه كانت من 1 اغسطس بس كده يعني، دي عشان ظروف الضغط العالي بالزبط. اللي بيحصل فيه بالظبط، فهي حتى توقيت صعب على اللعيبه. التوقيت ده جه في نهايه الموسم بتاع الساعه 6 اثر على الشكل اللي احنا شفناه. فشخصيه الاهلي اللي انت بتسالني عليها هي موجوده، بس في كل واحد بيبقى عندك حاجه طلع لها. لا 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 لسه في بيبقى كل وقت، وزي بلال ما قال لك انا عايز النهارده اكسب، انا ما مش مسؤول عن اداء. صحيح. الاحداث بقى اللي حصلت دي كلها ليك وعليك. وعليك تقدر انت تبقى ضدك وتقدر انت تبقى تستفيد منها. ايوه. حسين الشحات لي ضرب الجزاء وراح بتاع، ما حدش شافها ضرب الجزاء، ويجوز الراجل بكعب رجله لمسه، انما تعدي. ايوه. في حاجات كتير قوي في المباريات مش لازم تبقى كلها في صالحك يعني، ولكن انت شخصيه النادي الاهلي النهارده
دايما انا بحذر من حكايه انك ممكن تكسب في اي وقت للفوارق الطبيعيه اللي بينك وبين اي حد. أي. بس ما ينفعش. أي. حتى لو انت حاله الارهاق اللي عندك اللي احنا شايفينها دي، والراجل منوه عنها من ماتشين ثلاثة من ساعه ما تعادلنا مع الحرس واتغلبنا من بيراميدز، الراجل قال لك احنا اللعيبه كلها ما من حقها انها تستريح. صحيح. فجود لك النهارده الحمد لله رب للاهلي وشخصيه الاهلي وجماهير الاهلي، وهارد لك لنادي المصري وجماهير نادي المصري. نروح لفاصل ونرجع نكمل كلامنا مع نجومنا الكبار بعد الفاصل، انتظرونا. نرحب بكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين، نروح سريعا لملعب المباراه ولقاء مع الكابتن سامي قمصان مدرب النادي الاهلي. مستمرين مع كل جمهورنا العظيم جمهور النادي الاهلي، يعني هنقول نهايه سعيده ونهايه ممتازه الحقيقه لموسم شاق ورائع ومليء بالبطولات والانجازات ومجهود كبير جدا الحقيقه لعيبه وجهاز فني مجلس اداره، كل الامور دي الحقيقه هنتكلم فيها مع كابتن سامي قمصان مدرب فريق النادي الاهلي. بنبارك لك كابتن سامي وبنبارك لكم على الموسم الكبير جدا اللي فيه مجهود كبير الكل اجتهد فيه رغم الصعوبات والمباريات الكبيره جدا، لكن اسعدتونا واسعدت كل جمهور النادي الاهلي وده الهدف بالنسبه لكم. مباراه النهارده نهايه الموسم في الكاس، لكن لابد ان احنا نكون فايزين في هذه المباراه الحمد لله حققنا الهدف المطلوب، حطينا في الاجواء وبتشوف صعوبه الموسم كانت ازاي. يعني زي ما انت قلت طبعا نهايه مهمه كده تكون نهايه ايجابيه، واعتقد الحمد لله ربنا كلل جهود اللعيبه والمنظومه كلها النهارده الحمد لله بتاهل وتحافظ على حظوظك في نهائي كاس مصر، في قبل نهائي كاس مصر بطوله برضو بالنسبه لنا مهمه جدا بنلعب عليها، طموحنا وطموح جمهورنا هو اللي بيحركنا وبيحرك المنظومه كلها الاكثر والاكثر. فاعتقد الحمد لله النهارده يعني رغم كل دوت بشكر اللعيبه طبعا زي ما انت قلت موسم صعب جدا، النهارده بتشوف النهارده تلعب 120 دقيقه مع كميه الماتشات الكبيره اللي انت لعبتها وكميه البطولات والضغوط اللي اللعيبه كانت فيها، النهارده بترجع في حوالي 30 ثانيه اللي انت بترجع بشخصيتك وبقوتك وترجع لحظوظك تاني مباراه وبعد كده بتتقدم. فاعتقد الحمد لله جهد مشكور جدا لكل اللعيبه النهارده، واتمنى لهم ان شاء الله اجازه سعيده، الراجل حارب عليها اعتقد بقى ان فتره كبيره جدا اللعيبه ما خدتش الاجازه دي، ان شاء الله ترجع ان شاء الله بمعنويات اعلى وطموح اكبر وان شاء الله نقدر نحقق حاجه لجمهورنا ان شاء الله زي حقنا السنه دي ان شاء الله. الحمد لله عندنا سكواد مميز جدا، لكن الحمد لله رب العالمين ربنا كرمنا ببعض الصفقات ببعض اللعيبه قدرنا ان احنا نسوي بشكل كبير جدا في الاعارات، مجلس الاداره الحقيقه اجتهد بشكل كبير جدا في هذا الامر، الموسم الجاي اصعب الحفاظ على البطوله والحفاظ على المستوى الاول ده محتاج منكم شغل كبير جدا يا كابتن سامي ومحتاج شغل مع الراجل، الفتره اللي جايه شايفها ازاي والموسم اللي جاي شايفه؟ هو تحدي زي ما انت قلت كبير، كل سنه بتبقى تحدي اكبر، صعوبتها طبعا ان انت حققت كل حاجه يعني طموحنا كبير اكبر لان هيبقى في بطوله كاس العالم، عندنا طموح اكبر، عندنا بطوله افريقيا السوبر ليج، عندنا كاس مصر تكملته، عندنا الدوري اللي انت تحافظ عليها وده تحدي برضو بالنسبه لنا كبير. فاعتقد الحمد لله كل الطموح ده اللعيبه عارفاها ومقدراه كويس جدا، واحنا كجهاز وطبعا مجلس اداره ولجنه التخطيط الناس كلها بتمشي على نفس النهج يعني معاك ومع دعمكم، فكل ده ان شاء الله يكلل ان شاء الله من النجاح ان شاء الله. اخيرا رساله لكل اللعيبه الرجاله الحقيقه المنظومه كلها اجتهدوا بشكل كبير جدا ربنا كافئكم الحمد لله، لكن لسه اللي جاي تقولي لكل اللعيبه والجهاز الفني وكل من شارك في اسعاد كل جمهور النادي الاهلي. قبل اللعيبه بشكر طبعا جمهورنا اللي دايما هو اللي بيحركنا زي ما انا قلت، يعني بشكر الجهاز الفني مستر كولر وجهازه تعبوا كتير جدا واجتهدوا كتير جدا وخدوا الفرقه في نقطه كبيره جدا ان شاء الله، اتمنى ان شاء الله استمراريه. بشكر اللعيبه زي ما انت قلت الناس اللي كانت معانا واللي مشيت حمدي او ايمن او شادي او كل الناس اللي واشرف او كل الناس اللي ما كملتش معانا يعني بشكرها طبعا على الجهد ده، بشكر اللعيبه زي ما قلت اللي موجوده على جهدهم وتعبهم واخلاصهم واللي منظومه النادي الاهلي بتعمل زي ما انت قلت على قلب رجل واحد يعني. فالحمد لله اعتقد نهايه كويسه وفرحه كويسه لينا وجمهورنا، ان شاء الله محتاجين دعمكم السنه الجايه وقفكم جنبنا اكتر واكتر، ان شاء الله نوعدكم ان شاء الله كمان بكل البطولات اللي احنا ان شاء الله نشارك فيها. شكرا. كل الشكر والتقدير للكابتن سامي قمصان مدرب فريق النادي الاهلي، مجهود كبير جدا موسم شاق كان فيه صعوبات كثيره جدا، لكن رجاله النادي الاهلي كالعاده كانت على قدر المسؤوليه حققنا كل البطولات الحقيقه يمكن النادي الاهلي شارك فيها موسم على المستوى الاداري على مستوى مجلس الاداره في كل الالعاب حاجه رائعه ومميزه جدا، بنوجه كل الشكر والتقدير والتحيه لمجلس اداره النادي الاهلي لعيبه النادي الاهلي للجهاز الفني، لكن زي ما بنقول الاصعب هو الفتره اللي جايه هي الاصعب، القادم ان شاء الله يكون اصعب لفريق النادي الاهلي. انا معايا كمان واحد من نجوم النادي الاهلي صاحب الهدف النهارده للقندوسي، ببارك لك قندوسي البدايه موسم صعب جدا الحقيقه، لكن اسعدتونا اسعدتوا جمهور النادي الاهلي اجتهدتوا بشكل كبير جدا، قول لي الموسم بالنسبه لك قندوسي كان عامل ازاي لان الضغط كان كبير جدا لكن الفرحه كانت مهمه مع جمهور النادي الاهلي.
الحمد لله يعني نشكر الفريق على التأهل، ويعني اللعيبة كانت رجالة في الميدان وما يخفركش كان موسم شاق في مباريات كتير وفي تعب وإرهاق، وكان يعني باين على اللعيبة، والحمد لله يعني قدرنا نسيطروا على المباراة وين جبنا جون في 120 دقيقة، وإن شاء الله يعني احنا كنا نستاهل الفوز ده. 120 دقيقة في نهاية موسم في نهاية مباراة أمر صعب جدا، لكن واقفين على رجلينا قدرنا إن احنا نحقق. كنت عندك الإحساس إن أنت تنزل تحقق الهدف ده يا قندوز؟ أيوه، يعني لما تكون تشوف اللعب من برا يعني تعرف أنت بتعمل إيه وتكون مركز، يعني تعرف أنت لما تنزل حتعمل إيه وحت يعني حتتحرك إزاي، والحمد لله يعني اليوم ربنا كرمني وإن قدرت تجيب جول إن شاء الله. عايز اخد منك رساله مهمه جدا، اوضه اللبس هي سر نجاح النادي الاهلي، العلاقه الطيبه جدا بينكم، يمكن انت شفت ده بعينيك، انت واحد من المحترفين المتواجدين، لو بنقول للناس نجاح النادي الاهلي وحصوله على بطولات سببه ايه يا قندوز؟ سببه يعني اللعيبه والفرقه يعني متماسكه مع بعضها، يعني وقلوب كلها الحمد لله صافيه ونيه طيبه، وهذا اللي خلانا يعني الموسم كله بنلعب وبنتعب مع بعض، يعني ونكون سند لبعض واحد سند الاخر، والحمد لله بفضل هذا حققنا البطولات. جمهور النادي الاهلي العظيم الحقيقه المسانده الكبيره جدا ليه، حابب تقول ايه ورسالتك ايه لكل جمهور النادي الاهلي اللي كان معاكم لحظه بلحظه متواجدين في الاسكندريه، بيجي برج العرب، تقول ايه للجمهور يا قندوز؟ انا بشكر الجمهور على انا على طول السنه يعني وقفوا معنا سنه كلها، وكانوا يستحقوا يعني بطولات، ودي بطولات يعني يستاهلوها كثير، وان شاء الله يعني مش حخيبوا ظنهم سنه قادمه ان شاء الله ونحققوا بطولات ان شاء الله. شكرا يا كابتن، شكرا. بنشكر القندوسي واحد من نجوم النادي الاهلي، الحقيقه كل لعيبه النادي الاهلي اجتهد بشكل كبير زي ما بنقول، يا رب ان شاء الله باذن الله يكون يعني الموسم القادم اسهل بكتير من هذا الموسم، تكون في ترتيبات امور فنيه المباريات كل الامور دي، الحقيقه يعني اللعيبه تعبت جدا، اللعيبه اتشبعت بالتدريبات وبالمباريات وبالبطولات، عشان كده فرصه كبيره جدا 20 يوم الكل لابد ان هو يفصل تماما عن التدريبات، لان الموسم اللي جاي لابد يكون في دوافع كبيره جدا ورغبه كبيره جدا ان انت تحقق الكبير جدا او القادم ان شاء الله يكون افضل لفريق النادي الاهلي. شكرا جزيلا زميل العزيز كريم كابتن علاء قال في النهايه ان اتكلم خلاص هو كان مستني ده عايز اقول بس قال بما معناه 20 يوم اجازه 20 يوم اجازه من دلوقتي، لكن ما قالش مباراه ال 1 سبتمبر ماشيه ولا لسه، ده يعني حاجه مؤقته، التوقيت دوت كان مؤقت لسه ما عرفناش لحد دلوقتي، ولكن 20 يوم يعني احنا مثلا هنبدا على يوم 22. طيب لو 22 مباراة في أول 1 سبتمبر هيبقى صعب شوية جدا طبعا، يعني صعب لو جداً، لو تأكدنا من 1 سبتمبر دي بقى قبل كده أكيد لأن هو بس مؤقتا كده كولر مد الإجازة دي، لكن لو اتأكد معانا لقطة حلوة لبيرسي تاو كابتن بعد المباراة رايح بالتيشيرت، هنشوف رايح بالتيشيرت لحد فين، جري مشوار كبير بعد ال 120 دقيقة دول، في الآخر خالص بيدي التيشيرت بتاع النادي الاهلي لرجل من ذوي الاعاقه، يعني هو بيرسي عمل مجهود جامد جدا في الـ في الـ في اللقطه ديت اكتر من ماتش، يعني لقطه كويسه من بيرسي ولفته حلوه يعني، وشفنا اللقطه دي من اكتر من نجم من النادي الاهلي في المباريات السابقه، وشفناها في بعض الفترات كمان من مدربي ومديرين فنيين للنادي الاهلي، والنادي الاهلي طبعا يعني بنقول دايما ان هو ما بينساش اصلا دوره المجتمعي، النادي الاهلي طول عمره كده، مش اللعيبه بس لا المنظومه ككل، النادي الاهلي مش داخل البساط الاخضر لا كمان خارج البساط الاخضر، ودي لقطه من ضمن اللقطات اللي البسيطه اللي تحسب للاعبي النادي الاهلي. كابتن علاء كنا بنتكلم على الموضوع فتره الراحه. فتره الراحه هو كولر مدي 20 يوم كويس؟ لكن او 18 يوم تقريبا. ما علينا يعني على حسب ما على حسب الوقت نفسه، لكن هو كل الكلام هيتوقف ايمن راحتك دي قد ايه؟ هنشوف المباراه على المباراه هل هي تبقى 1/9 ولا هي هتتاجل ولا ايه؟ لكن هو بيتمنى ان اللعيبه تاخد 20 يوم من حقها بصراحه، لازم تفصل تماما، لان انت مش عايز ارغي كتير في الموضوع ده، لكن هو باختصار كده محتاجينها جدا، ان الموسم مش طبيعي خالص، وانت يعني بقالك دي ثالث موسم او ثاني موسم تلضم موسم في موسم، فاللعيبه اكتفت تماما، والحمد لله ان انت واخد اجازه
متأهل قبل النهائي أيوه. حتى اجازتك تبقى تفرق. مبسوط مزبوط. طبعا يعني لعيب الكوره مهما كان هيتاثر لو حصل حاجه النهارده. هي 3-7 دي مش كتير على لعيب الكوره فاكر انت؟ لا مش كتير. بس هي المشكله كانت شريف ان هم سنتين ضغط مباريات مش طبيعي يعني. مش طبيعي في كل حاجه. لكن هو يعني مد نفسه هو كان محتاج أيوه. اجازه اكيد طبعا ولاعيبته محتاجين. فلو حصل اوكي ما حصلش هو بيدي نفسه بس كده. الـ 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 اعتقد لو تاكد ان المباراه يوم 1 سبتمبر اعتقد لا مش هتقل. طبعا 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 هتقل اكيد يعني أيوه. لكن يعني بتمنى اللعيبه تاخد راحه لان بجد على قد ما تعبت الموسم ده هو طبعا الجهاز الفني كله طبعا. على قد فعلا محتاجه راحه يعني كفايه مباراه يعني كفايه النهارده مباراه النهارده بجد يعني مباراه باكسترا تايم مع المصري في الاجواء دي لا الموضوع مختلف صعب جدا جدا مختلف صحيح. تماما وضغط عصبي مش طبيعي عليك فلا اللعيبه دي تحتاج بجد راحة وزي ما بقول لك ايام ما كنا بنحب تاخد راحة بتبقى خدها وانت مخلص اخر حاجة كويسة مهما كان لو حصل حاجة النهاردة لا قدر الله هنتكلم ومعلش وكده لكن اللعيب في نفسه هيبقى متضايق جماهيرك تقول يا لو كنا وصلنا قبل النهائي انت عارف جماهيرك بتحب على طول بطولات فالحمد لله النهاردة المباراة خرجت كده بمكسب مع المصري وتأهل الدور قبل النهائي فيا رب ان شاء الله تبقى إجازة سعيدة على لعيبة النادي الأهلي كلها بإذن الله وهننتظر ان شاء الله المباراة تتحدد امتى بإذن الله ربنا. كابتن أسامة من موسم لموسم لو اتكلمنا عن فترات الراحة المناسبة وخصوصا ان انت حتى لو مفيش مباراة يوم 1 سبتمبر انت عندك استكمال لبطولة ده حسب كلام الكابتن عامر حسين ان انت هتستكمل كاس مصر في الاسبوع الاول والاسبوع الثاني من سبتمبر السيمي فاينل والفاينل وبعدين يبتدي الموسم الجديد في نص سبتمبر كويس؟ هل الفترة بتاعت الثلاث أسابيع أو العشرين يوم تعتبر فترة كبيرة بالنسبة للفترة اللي بين الموسمين ولا ما أنت لو لما بتدي أسبوعين إيه؟ اتفضل قول لا لا مش فترة كبيرة مش فترة كبيرة لا فترة كبيرة لو على يوم واحد عشان هيبقى بعد العشرين 22 هتبقى تمن أيام لكن على نص سبتمبر مش هتبقى فترة كويس. كبيرة انت لما بتبتدي يعني اسبوعين او ثلاث اسابيع انت بتبتدي فتره غياب من اول وجديد بص يا ايمن كل ما الوقت بتاع الراحه يبقى قليل الرجوع بيبقى اسرع يعني مزبوط بمعنى مظبوط اديت يومين ثلاثه اللعيبه مش ما تعتبرش خدت ما خدتش اجازه خدت اسبوع في مقابلها اسبوع او 10 ايام تجيبه في 10 ايام بالظبط اسبوع 10 ايام كويس خدت اسبوعين الموضوع هيزيد شويه خدت ثلاث اسابيع وهكذا هيزيد اكتر المقابل بتاعها في التدريب يعني فانت 20 يوم على اساس ان هو لسه مش عارف الماتش هيبقى يوم واحد ولا لا كويس لكن حتى لو الماتش يوم واحد وهو ادى 15 يوم مثلا يعني ابتدى مثلا على نص الشهر 15 يوم كافيين جدا ليه اقول لك ليه اللعيبه ما بقتش تاخد راحه سلبيه بمفهوم الراحه السلبيه بتاعت زمان اللي هي ما بيعملش اي حاجه احنا زمان بالذات في الثمانينات ويمكن شريف حضر في السبعينات شويه في نهايه السبعينات ستينات كان ممكن تاخد كان الابيض وشه كان ممكن تاخد شهر مثلا اجازه او شهر ونص كنا بنروح المايه بنخش بحر بنعمل ماشي حمامات سباحه كانت بتبقى راحه ايجابيه برضو يعني ماشي بس ما بتبقاش ما فيهاش شغل ما فيهاش شغل اي مظبوط يعني انا فاكر مثلا في ترعة مانويل جوزيه او كذا مدرب اجنبي كانوا بيوزعوا برنامج انك بتعمله سواء تمرينات لعضلات البطن لعضلات الظهر للجري اذا كنت انت في الشاطئ مثلا او في مكان مصيف ففي راحه بتبقى ايجابيه دي بترجعك سريعا يعني دي بترجعك سريعا انت بس بتبعد عن ضغوط الملعب الماتشات الرسميه الـ حتى زمايلك انك انت لما بتكون في مجتمع عمل وليل ونهار مع ناس معينين مش عايز اشوفهم عايز تبعد شويه عايز تبعد شويه فكل دي انت بتشيل الضغوط من عليك وطبعا لكن بيبقى في راحه ايجابيه بلعب تعمل فيها حاجه ممكن العب مثلا تنس ممكن انزل الناس اللي بتعوم
الناس التنس هنا خد بالك زمالك التنس ده جامد في التنس قوي ده مش انا بقول لعامة عامة يعني في ناس بتلعب علاء كان بيلعب سكواش انا مش عارف مين بيلعب تنس في ناس بلال بيلعب تنس بتلعب كده طايره على الشاطئ ناس بتجري على الشاطئ لو هو في مصيف يعني بيجري على الشاطئ ايوه ففي نوع من الحركه ان ما بتخليش اللياقه تنزل بدرجه كبيره قوي بتنزل بدرجه بسيطه فعشان كده الرجوع بيبقى سريع ما بيبقاش زي زمان فترات الاعداد الطويله اللي هي كان يقول لك 8 اسابيع فترات اعداد الكلام ده طبعا خلاص في الكوره بعدد الماتشات الكبير اللي بتلعبه طول السنه بعد فترات الراحه فترات الراحه قليله وفترات العوده للموسم فعشان كده هي مرتبطه بطول وقصر فتره العوده يعني أيوه. بس في راحه ايجابيه قوي صحيح كنت سالتني على ايه بقى تاني هي دي بس هي دي خلاص هو عايز يقول لك خلص يا كابتن طيب لا والله يا ابني بالعكس لا في حاجه ثانيه هتكلم فيها طبعا بس هاجي لك فيها يعني رجل مباراه اليوم من وجهه نظر كابتن بلال هو ده السؤال بتاعي بعد الساعه الا ربع لا ما في سؤال كمان شويه لا في سؤال ثاني بس قول لي الاول رجل مباراه من وجهه نظرك رجل مباراه من وجهه نظري ما هو بص يعني انا الماتشات اللي زي دي اللي فنياتها مش عاليه تمام انا صعب انك بالظبط انا اللي بيحسم هو راجل مباراه بالنسبه لي ايوه تمام اذا بيحسم الماتش هو ده راجل مباراه يعني؟ بالنسبه لي اذا ما عندي ما هو الشناوي هو اللي شايل الجونين لا لا. لا يعني انت وجهه نظرك القندوسي انا ما يعني فن يا كابتن انا زعلان ليه انا زعلان خالص بص يا كابتن انا ما عنديش بص انا في الملعب ما عنديش حد مثلا يعني كان سوبر ستار بالنسبه لي او مختلف تماما عن المجموعه الارهاق في حاله الايجاد اللي بالظبط كده فانا بشوف ان اللي سجل الهدف هو ده اللي يستحق انه يكون رجل المباراه كابتن شريف خليك معايا الاول لا لا انت الاول يا كابتن ما يبعدش الادميه لا لا جد دلوقتي في الاقدميه اتفضل مش محتاج كابتن شريف هو رجل المباراه يا كابتن انت عايزه منين عايزه من الاهلي قول يا كابتن على قول يا كابتن شريف من الاهلي من الاهلي من المباراه كلها ده طبيعي الاهلي كسبان عايز مين انت لا مش هو اتفضل كابتن شريف هو كابتن بص يا كابتن اهو رجل المباراه في الدقيقه كام المنع حسمها بالظبط عبد المنع خلينا نرحب باخونا من تونس ايوه القندوسي تونس بالجزائر قندوسي من الجزائر الجزائر من مين اللي قال علي معلول لا من عند علي معلول انت اللي قلت من تونس علي معلول اللي من تونس علي معلول كريستو اللي من تونس دي هتتمسك بقى وهيعملوا لنا احمد القندوسي قالوا عليها بلو لا 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 هيتعمل عليها بلو لا انت قاصدها وقال لك يا كابتن قندوسي اهو ايوه انت عايز تقول له قندوسي انا كده اقول له من الجزائر قلت له من تونس معلش كابتن علاء كابتن علاء لا انا في المباراه كلها يعني انا بالنسبه لي مروان حمدي مروان حمدي ده من مصر عارف بالنسبه للاهلي فاكر عارف مروان حمدي في لا ما انا عارف لا ده بالنسبه للمصري قصدي بالنسبه للنادي الاهلي النادي الاهلي لو قلت نجم من النادي الاهلي انا على فكره مع انه غلط في الهدف لكن انا عاجبني الشناوي النهارده في تصديين للشناوي النهارده فرقوا معاه جامد جدا جدا في سير المباراه ايوه يعني سابوا الشوط الاول يعني التصدي الشوط الاول لا في كمان تصديين خلال المباراه لا ما شاء الله على الشناوي طبعا يعني لو النادي الاهلي اكيد الشناوي لو المصري لا مروان حمدي كان كويس النهارده طيب كابتن اسامه اخيرا رجل المباراه النادي الاهلي اقول لك كم واحد قول اللي انت عايزه انت قول الفرقه هو واحد في الاخر ما انت الشناوي من النادي الاهلي اذا انا مع علاء الكورتين اللي صدهم ايوه انا مش صراحه ما فيش حد في النادي الاهلي لفت نظر النهارده في الفرقه في اللعيبه يعني في الملعب واكيد مروان حمدي حسين السيد حسين السيد من المصري صحيح عملوا ماتش كبير اذا وجهه نظر نجومنا الكبار محمد الشناوي هو رجل مباراه اليوم بالاغلبيه احنا اثنين قندوسي بالاغلبيه ما انا قلت الشناوي ما الصوت هنا خد الشناوي خد الشناوي انا مش معانا حضرتك وانا قلت الشناوي ده لا ايمن بصوتين طيب خربوش هنروح لفاصل نرجع بعد الفاصل نستقبل خبيرنا التحكيمي المتميز دايما كابتن ناصر عباس للحديث عن الحالات التحكيميه الكتيره النهارده من وجهه نظر الكابتن ناصر. نروح لفاصل نرجع لحضراتكم مره اخرى بعد نهايه الفاصل.
بجد التحيه ليك من جديد كابتن ايمن شوقي وكل مشاهدينا كل جمهور النادي الاهلي في كل مكان. يعني زي ما بنقول بقى نهايه الموسم بفوز مستحق بالتاكيد لفريق النادي الاهلي في بطوله كاس مصر. كل الحقيقه اللعيبه لابد ان احنا نوجه لها كل التحيه والتقدير، واولهم طبعا نجم النادي الاهلي مروان. برحب بيك طبعا يا مروان، مبروك موسم انتهى النهارده، يمكن كالعاده بنقول ختموها مسك، الحمد لله قدرنا ان احنا نتاهل للدور القادم في بطوله كاس مصر. شايف الاجواء ازاي الموسم، صعوبته ازاي، والفينش بالنسبه لك ازاي مروان؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بشكر اللعيبه النهارده رجاله على الماتش ده، كان ماتش صعب جدا، ماتش في اخر موسم بتفنش موسم، يعني الاحمال البدنيه مش زي بدايه الموسم، في اخر موسم بتفنش بالشكل ده، بتلعب 120 دقيقه لاخر دقيقه، بتبقى متاخر بجون ترجع تتعادل وتكسب وتلعب شوط اضافي اول وثاني وتاخد الماتش وتتاهل، فدي حاجه كبيره، وهو ده الاهلي يعني متعودين على طول لعيبه رجاله وبتلعب لاخر دقيقه، والحمد لله يعني كل لعيب في الملعب على قد المسؤوليه وعارف، هو لابس تيشيرت الاهلي عارف اللي عليه مسؤوليه كبيره، الحمد لله يعني فنشنا الدوري والكاس بشكل كويس جدا، والحمد لله يعني قدرنا نتأهل، والحمد لله بشكر الجمهور، بشكر اللعيبه، بشكر الاداره، بشكر الجهاز، يعني الحمد لله. نقطه مهمه جدا اللي جاي هو اللي اصعب، ودي نقطه مهمه جدا لان احنا حققنا خلاص يمكن كل البطولات اللي شاركنا فيها مروان، مطلوب منكم مجهود كبير، مطلوب منكم ايه، الراجل بيتكلم معاكم ازاي في الموسم اللي جاي؟ اكيد طبعا النجاح سهل بس الاستمرار فيه اصعب، فانت لازم كل بطوله وكل ماتش وكل دوري وكل كاس بتركز فيه، ماتش اتلعب خلاص بحلو بوحشه بيتركن وبتبص اللي بعده، والحمد لله يعني ان الفتره دي بقى نبدا ناخد راحه وناخد اجازه كده يعني ان شاء الله ونرتاح شويه من ضغط البطولات اللي احنا حققنا فيها حاجات كويسه جدا وفرحنا الجمهور، ان شاء الله اللي جاي احسن باذن الله. حبيبي ربنا يخليك يا باسم. بنشكر اكيد نجم نجوم النادي الاهلي مروان عطيه، لكن في هذه اللحظات عوده من جديد للاستوديو التحليلي. شكرا جزيلا للزميل العزيز كريم احمد.